يا اختي كريمه تفضلي، تشرف بسماع صوتك، تفضلي يا رأيت اختي. رؤيا يا شيخ إياد عندها 5 سنوات، نعم. رأيت نفسي في غرفة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه. نعم وكانت الغرفة كلها نور على نور، نعم وكأني زوجته عائشة وكأنك زوجته رضي الله عائشة عنها، رضي الله عنها. طيب في المنام وكنت أرتدي ملابس ووشاح أبيض لما أرى مثله في حياتي، طيب ما شاء الله، شيء طيب. الحين كملي. وكنت وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم أرى وجهه لكنه كله نور، ما شاء الله. كان يقف من الجهة اليمنى وكان كأنه اشترى لي ملابس كثيرة ويقول لي رتبيها، نعم ما شاء الله. كأني أرتب في الملابس، وفجأة سمعت طرق على الباب، وكان الباب مشقوق ما ليس مش مغلق، وكأن الرسول يقول لي اخرجي لبضع دقائق إن الوحي قد جاء ليكلمني. ما شاء الله ما شاء الله، الحين الحلم رائع، الحين الحلم جميل جدا. كملي يا أختي. وبعد ذلك يا شيخ إياد خرجت والباب كان مشقوق، وكان الرسول يتكلم مع الوحي لكن لم أفهم أي شيء يا شيخ إياد. ما عليه. وبعدين؟ وبعدين اسمع، خلص الحلم على هذا الحمد لله والشكر، لانه لو قلتي اي شيء غلط او هذا كنت راح اقول لك هذا من الشيطان او لا، ما كنت راح افسره، ولكن بما انك كنت كلها في سياق الحديث الطبيعي الحمد لله والشكر. اختي كريمه، انت انسه ولا متزوجه؟ متزوجه ولي 3 اطفال. ولك 3 اطفال، ما شاء الله. اقامتك في الصلاه وعملك في الصلاه جيد؟ عبادتك جيده؟ عبادتك متواصله مع الله؟ في تقصير بعض الشيء؟ في تقصير في العبادة ولا عبادة عندك جيدة ما شاء الله، راضية عن نفسك في العبادة؟ نعم يا شيخ إياد، أصلي أصوم أتصدق كثيرا يا شيخ إياد. يعني هذا تفسير حلمك. زوجك يقع في مشاكل وتساعديه دائما وتدعميه دائما في استمرار في حياته؟ نعم نعم، واقفة معاه يد بزاف بالصحة، عندي شوي مشاكل معاه، شوي مشاكل أحيانا عندي شوي مشاكل معاه. وتصبري عليها وتساعديه أتجاوزها؟ نعم أصبر ونرجع لله ونصلي بزاف. طيب واصلي واصلي كما انت، واصلي كما انت، فسوف يستجاب لك الدعاء ان دعيت الله سبحانه وتعالى. فادعي لزوجك ولاهلك ولنا معهم، ادعي لنا معهم ان شاء الله، وحاول الاستماع لما تفعلين فسوف تكوني جارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله في يوم الدين، وسوف تكوني ممن يشفع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون لك مكانا عظيما وشأنا عظيما بين المؤمنين، والله أعلم. حافظي يا أختي، فأفضل الشيء، أفضل ما يمكن أن يقوم فيه المرأة هو الصبر على زوجها والعبادة واتقاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يا أختي الكريمة كل ما قلتي هو خير، كل ما قلتي هو خير إن شاء الله، ولكن كل ما عليك الاستمرار والصبر. ما قلتي في الحلم هو شرح لواقعك، وما قلتي في الواقع هو تأكيد لما في الحلم، فإن شاء الله تكوني ممن يشفع لهم الله سبحانه وتعالى، ويكون لك دعوات مستجابة. فادعي لنا ولزوجك ولأهلك، وتكوني إن شاء الله من المقربين من النبي سبحان الله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله تكون رؤيا حق ورؤيا جميلة إن شاء الله تسعدك وتثلج قلبك.